والآن السيد الوزير خالد فودة محافظ جنوب سيناء. بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة أنا اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء. المحافظة بتتكون من 9 مدن، منهم مدينة شرم الشيخ. المدينة اللي انتوا قاعدين فيها دي أحد مدن المحافظة اللي تشرفت باستقبال المؤتمر الأطراف COP27. كل سعادة وتقدير، وأتمنى لكم إقامة سعيدة وعودة سليمة إن شاء الله. في الحقيقة أنا طلبت الكلمة بتاعتي تزيد شوية، عشان في جهود كتيرة قوي اتبذلت في المدينة عشان حضراتكم تشوفوها بالمنظر الحالي. هبدأ الأول كلمتي الرسمية وأقول إنه من دواعي سعادتي وامتناني أن أرحب بكم جميعا على أرض مدينة شرم الشيخ الساحرة المتألقة المتجددة دائما. أرض شرم الشيخ مدينة السلام والمحبة، المدينة الخضراء الزكية المرنة القادرة على الصمود في مواجهة الكوارث، قبلة السياحة العالمية ومقصد استضافة المؤتمرات والمنتديات العالمية، خاصة باستضافتها مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة. نحرص القيادة السياسية وسعي الدول المصرية لتحقيق أعلى وأفضل معدلات النجاح العالمية، وهي تؤسس للجمهورية الجديدة لتؤكد أنها قد أصبحت وبحق في مصاف الدول المتقدمة، وذلك من خلال المتابعة الدائمة وشبه اليومية لما يتم من إنجازات واستعدادات للالتزامات الدولية، وخاصة ما قامت به الدولة المصرية من إجراءات وأعمال لجعل مدينة جنوب سيناء، مدينة شرم الشيخ، وخاصة مدينة شرم الشيخ لتصبح مركزا للمرونة والقدرة على الصمود في مواجهة الكوارث، إضافة إلى تحولها إلى مدينة خضراء ذكية رائدة ليس على مستوى مصر فقط بل على مستوى القارة الإفريقية. السيدات والسادة، من حسن الطالع أنه قد تم إعلان اعتماد مدينة شرم الشيخ يوم السبت الماضي 12 نوفمبر بواسطة الأمم المتحدة مركزاً للمرونة والقدرة على الصمود في مواجهة الكوارث، الأمر الذي يأتي في سياق رؤية مصر في خارطة الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ وسبل البناء على ما تم تحقيقه مع النظر لمتطلبات الدول الإفريقية والنامية. إن الوصول بمؤتمر شرم الشيخ للمناخ ليصبح مؤتمرا للتنفيذ بتحويل القرارات لخطط عمل وتقديم قصص نجاح ونماذج حية من مختلف المناطق لتسريع بدء عملية التنفيذ يشعرني اليوم بفخر، وأنا أقدم لحضراتكم نموذج مدينة شرم الشيخ الخضراء، المدينة الذكية، مركز المرونة والقدرة على الصمود في مواجهة الكوارث، وهو ما يشكل حجر الزاوية وعمود الارتكاز الرئيسي للوصول إلى تحقيق استدامة المدن. الأمر الذي يتطلب أيضاً وجود بنية تحتية كافية يمكنها الدفاع عن المدن ضد أثار الفيضانات أو ارتفاع منسوب سطح البحر أو الانزلاقات الأرضية أو الزلازل. وتحتاج معظم المدن وسائل دفاع أفضل ضد الفيضانات ومنازل مبنية وفقاً للكود العالمي وتخطيط أفضل لاستخدام الأراضي. ولكن حتى عندما ما تدرك المدن ما يلزم لتصبح أكثر قدرة على الصمود، فإنها من الضروري أن يتاح لها الحصول على التمويل اللازم لتحقيق هذه الرؤية. وقد أدركت الدولة المصرية هذا الأمر والتحدي منذ البداية، وقامت بالبدء من سنوات في العمل على جعل مدينة شرم الشيخ ومحافظة جنوب سيناء مركزا للمدن الخضراء والذكية والاستدامة والمرونة القدرة على الصمود في مواجهة الكوارث، وخاصة مخاطر السيول والفيضانات والتي تعد من أكثر التهديدات في مجال الكوارث. في الحقيقة أنا برضو في جزئية بسيطة كده هضرب بها مثال، إحنا باستخدام الصور الفضائية زودنا مساحة الزراعات في المدينة من 3,537,000 متر مكعب إلى 6,000,000، الكلام ده كله تم في حوالي 6 أشهر. المساحات الخضراء دي دعمت البيئة في شرم الشيخ، زادت 23 متر مكعب في الثانية زيادة في الأكسجين، وقللت 9 متر مكعب في الثانية من ثاني أكسيد الكربون. دي حاجات على سبيل المثال كده. كافة الأنشطة والمسطحات الخضراء على خرائط الأقمار الصناعية موضح بها أعداد النخيل والأشجار اللي تم تزويدهم في المدينة في 6 أشهر، حوالي 13 ألف
نخلة و24 ألف شجرة في مدينة شرم جديدة على اللي كان موجود فيها. تعمل مدينة بمثلث أخضر كريئة ومتنفس للمدينة. الكلام ده كله موجود على الصور، هيتاح إن شاء الله اللي هيخش على إيميل رقم معين هيقدر يشوف الكلام ده. لم تتوقف جهود المدينة على الأرض فقط، ولكن أيضا على مستوى البيئة البحرية. جاري الآن مراقبة ودراسة تأثير التغيرات المناخية على الشعب المرجانية، وأيضا تم إنشاء مركز للرصد والتتبع للأنشطة البحرية واللانشات في خليج العقبة، يتكون من منظومة إلكترونية للمراقبة البحرية ولنش أبحاث بيئية وأربع لانشات تتبع سريع، كل ده موجود في خليج العقبة. في الحقيقة طبعا جهود الدولة كانت في إنشاء يعني المئات من حواجز السيول والأمطار والسدود التي شكلت بحيرات لحجز عشرات الملايين من الأمطار المكعبة من مياه الأمطار. كل دوت حدث على أرض المحافظة وأدى إلى ذلك إلى حماية وتأمين كامل 100% لشرم الشيخ، وقد تم تكريم شرم الشيخ بداية هذا الأسبوع من الأمم المتحدة بإعلان شرم الشيخ مركزا للمرورة وقدرة على السيدات والسادة. اسمحوا لي في ختام جولتي في ختام كلمتي أن أرحب بكم جميعا مرة أخرى على أرض شرم الشيخ الحبيبة مركز المرونة والقدرة على الصمود في مواجهة الكوارث، المدينة الخضراء الزكية، مدينة الاستدامة، متمنيا لكم النجاح والتوفيق. شكرا يا فندم. شكرا سيادة المحافظ.